بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. وحين إن شاء الله ودقل لنا حلقات كين السعودي حلقات كاملة حلقات كاسوا إنه كحد لإني أمثلة ذي تصاريش القرآن كتيرة. حلقة دمانتا وحي إن شاء الله كسوق عدن دونا آيات القرآن كأه اللي هو بقول إيه لحية لحدن سورة البقرة. الله تبارك وتعالى مثال كحلقة ونوسي أو مثال تلمامية قفك وحب حنية يادن وحب حنتي سمكاس يعني أن لقاء أقبلين بريسو أي إلهي سبحانه وتعالى مثال إنه قرن كرنو إنه قسي وغرنادين وآيات آخرنو. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. أيضا قرآن كأه إله سبحانه وتعالى وحاوة المامية قف وحبحيي وانت أدويدة شوية صدقات بحيي وصدقة داس يسكوها اللينا إياه إنو قيامها وحكهلو أبو محمها يعني أجري حسنان دقسيه ونارتي عذابك كبد بادو وجنة إيا درجات وكو قارو وقيامها مركو تغينا وقود تغي سقو محباني أولين معناتو قبا حيدا بلنا. إلهي سبحانه وتعالى وحكم مثالي روح أدوية دنشوغة ومركاسي يعني إنتو تعب بلن قلي إنتو وحوق لها تعب بدن ميسي لكتي مركي او قبوبي او تال قبي تعب كيسي بابا او قبتي بل آيات دي سيلا هيس محسوس يتبارك وتعالى لقي سنو إلا وحول أي ود أحدكم مدي إذا كان مدي الميوش علي هاي أن تكون له جنة من نخيل وأعناب إنو يشو بير تمر يعنب كبوح وبستان وين وقتمرات كي لقصو قرية تمرتي وعنب كي لقصو قرية إنو بيرتها سوك على ياشو تجري من تحتها الأنهار وبيالن لحو القليان بيئة ومرنا بيئة وبهانينين وبيئة لنعوصارا وبيئة سوارابين أيو يعني حل والبا وصلنا تكمل مرنا أن بيئة وبهانينين وبيئة دردر كأكو تعالى له فيها من كل الثمرات بيلهي سبحانه وتعالى أوليبا ما هاتمر يعني بكليه لما وحلا وحي مراها إكويا له نوع ولا مراهي با أيو قب حين وبستان برواقع وميل وبيئة كويا له oo geed weli ka baxay geed yar iyo geed weyn mid kasta ay ku yaalaan wa barwaaqada adduunyada ay ilaahay tilmaamay subhanahu wa ta'ala isagoo halka maraya oo barwaaqada ilaahay u siiyay wa asabahu al-kibr daydina ay soo gaadhay maka oo daadi martii gabogii u helay walahu dhurriyatun du'afa bi ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaanu leeyahay ubad yar oo soo koraya oo weli aan kaalin gelin baan kaalin qaadahayn oo aan tacabka iyo beerta iyo markaa dhaqaalahaasi aan haysan karaynin amba aan iyagu taban karaynin muddo oo markaa weli qaarka ku jira amba weli aan muxuu ahaa hagaan hawl hawl kar aan noqon iyadoo markaasi yacni barwaaqadaasi uu hagaagtay isaguna da'i yahay oo tacabna ma aanu ku hadhin ubadkiisana yar yar yahay oo ubad tacabsan aan shaqaysan karay aan ahayn fa asabaha i'saarun fihi naar bay ilaahi subhanahu wa ta'ala dabeedna waxaa asiibay ama ku dhacay beertii icsaar icsaarku waxa waa dabeylaha duufaanka wata ee weliba dabkana wata yacni dabeyl kulul oo sa duufaanka u dhacaysa kulayl la wadata ayaa haleeshay beertii faxtaraqat bay ilaahi subxana wataala beertaas waa gubatay sa u dhantay alla wixii ku yaalay timir iyo cinab iyo midhihii kala kala duwanaa iyo waxalla wixii ku yaalay zaracaha ama geed weynaha ama geed gaabaha dhammaan way gubteen barbanaa bay noqotay beertaasi tacabka intaa laga yaalay sidaasoo kale miyaa jeceshiin bay ilaahay subxaana wa tacaala
إن أصل الشخص جاسن لقطان وتعب كيني أصو مارتي يعني دكتين إسكوها ليني سين مالن أيضا عندي بتعب كرينين مالن أنا فرصد أنا يشرين إنه ساسو كرين كجوب تومي تعيش بين الله سبحانه وتعالى وعن قياس كرنا روحها سدادة ده مدة اللي سوت العيا بيرتاسي يعني إسكوها جاتشتى الله يوبر واقعي أو بتخير رسو كري ما تكوهي إن سوى شقيسن كرين إنه بتكشقيسن كرينين تعبكي وانت هتوصل لضغط سوودي مقلة وعند سكبها وجبتي وروركا هي مركز إن حدينها هي هالكاس دبتك سو جالس آدمين وقياس كرنا صور كاي النوم بغضة مو هاي آخر روح داء داسة حارض النوع عسى لا كورنتي وأرنتي صور لقنا حو آدي آد إن عقلي اللي فهم كرينه ومثال إلهي سبحانه وتعالى إنه جسوا دوين أيه حارض قفك الدوية مركو شوقي صدق الله بحي مو هاي يعني عمل وانا سنة صالح اللي يمد صدق كذي يا صدق دي يا صوم كي وحلو عمل هاي له لوجو دوانة اللي يمي لكن مو حلو يروح حصل لمي أي هاي أن قوة أن لله يا حي أبا إلهي درت أن كاهين أسباب كره يوتشي دوي كره وكلها بغير مركو إلهي سورة سبحانه وتعالى ما أنت على شقي سنين ما أنت على دون كل قصون لقكرين ما أنت أبا المرنت أي شوكت أي كنا أي عذاب لوك الدريريو ما أنت عسي قف الوحي وسيتو ويلها واقبله أيوة ما أنت أقوم بالمرية ما أنت هذه وحي أتكوها اللي نسي لا يلا حكم مجرال وحلو حلو وحي مجرته ما أنت بلنا حدين تيدا يلي بقى تيدا برا تكفكر ولا ليال وحوي عمل كانو شقي سرينو وإنو ليشا سي لها واقبله سبحانه وتعالى إخلاص ورته وإنو يشا وإنو إله درتي وقتشينا كو تاسا كوكا مركا لبادنا وإنو يحي محموها يعني مد مشروعه يعني اتباع وصنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن المكاس يعني راعنا وإن بدع يوحي لما تعالي لها وقال يا رسول الله تشدينين وإن نعمل كدقانين تاسا نوال وقسو علينية ورسول الله عليه وسلم ينو شاقي قفك هدي ما تقولي ما دوحان إله يشدينين إنو يحي ما تميد لقو علينية ومكا لقو ديدي تصدحان نوحوي عمل كوهقاقية إنه عمل كاسي سدوونا سن أركان تيسي وواجبات كيسي وحي ما تيع يعني شروطه سي وحي سين أبو حال ومركا تاسنا حقا لو كنا بيسترناضو سيونا سن الوقبتو مكا أعماشا إنه هكاك سن إلهي سبحانه وتعالى مثال لياب لبي نسيو يعني روح الدوية ما تي عمل واسن شقي استيس وحلينا شروطها رأى الله هنا إلهي بعار وقبل العمل كيسي قيامها وحي ما يسقو باحلي وباهد بدنا أيو إيمان يسوع فرمان وأنا أحب وأقرأ وسيؤلين كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون لعلكم تتفكرون أيضا سيد البخاري يسوي لنيو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيا وحى مارته وآيات مؤخري أن أصحابته رسولك أيا وحى وكولي نوش يا قبل هذه يا قرن يبر آيات مع هيد مركز وحي لهذين كرر مين الله أعلم بيد هذه لما رنتوا كعروا ذي هذا الكيس حافته أيوة يقولوا نعلم أو لا نعلم وانو قرر إلى أي مقر أن نبدون الدهبوري يعني إلهي بقى أقواهم لكن وحن إذا ويدي أنا قرر إسنا إذا قرر إنه إيكرا الشيغة ابن عباس رضي الله عنه وبيش فلي بوحوا لي أنا وحبان نفتي إذا كتشروا يعني سيبان وارك هاي إني آيد معنى هيد وياهي عمل أيانا لقيم الثالي يا بولي شقو مركز سوحوا لعمر عملك اللي قمت عليه ونعمة والروح اللي قمت عليه غنية وهضنة وعمل إلهي سبحانه وتعالى عديسة وعمل فلي ثمن الشيطانكو ومركاسي أيمي ومعاصي السماية وعمل كي سوى راسنا معاصي كبدلي إلى عماشي سوى راسي ثاكو قبتي حديث كمانا كفاية نقاه ومع تعايد درسير كده إن قط المامية مركا هو عمل كو إنو برو وقف عمل شقيستي وعمل واسن شقيستي لكن الشيطان كل حق عاضي وما بركي عمل في قبنية أنا خلاص كدرين أو أنت بع كدرين أما سبب الشيطان كده بيمدو معاصي إيه حماني يبع تفسقي وأخر صيادي ده بدنا خاتمة ذاك حماتي مركا إلهي سبحانه وتعالى كبرينا إن الله سبحانه وتعالى عملك إنه وناتشيو وإلهي سبحانه وتعالى إخلاص يتبع بإلهي إنه أرزاقه سيئنا خسارة النوع عصو كلا أين قيامها مكا أمو تيسن والله أعلم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.